Boys and girls, and welcome back to the second episode of Not an SGW show. لو فيكو راكم هنا معناتها زوج حوايج، يا عجبتكم الابيزود اللي فاتت so much that you couldn't resist not coming back، ولا you just love me so much which is only natural. You know what you're doing. I like that about you. If you follow me on Instagram، راكم على بالكم باللي ما عنديش ياسر من اللي كملت لابسيكياتري. And كان مودو اللي vraiment nerve wracking. شفت دي كا كلينيك اللي صح inhumane. شفت women who were raped so badly. That trauma هذيك تاع الاكسبيريونس هذيك ديكلونشات لهم لا سكيزوفرينيا ولا انفصام شخصية. شفت bipolar people اللي either tried to kill themselves or like kill somebody around them. شفت الناس اللي vraiment convaincu بلي راهم المسيح الدجال بلي راه نبي بلي Prince Harry loves her. شفت kids who were raped by their own fathers بعد رماهم للخارج. شفت autistic kids اللي ما يقدرش يتعرفوا على their own bodies let alone العالم الخارجي. If there was one thing حاجة فريدة in common between all these people I'd say it's substance use and I just find it so mind-blowing كيفه الوزاج تاع مادة معينة كان either heal ولا خليني نقول يكونترولي يبسيكوز ولا يديكلونشي هالك. اول شيء قبل ما نبداو نحكيو في الموضوع ولي ديتاين نتاعو لازم نتفقوا على بعض التعريفات because throwing terms here and there بلا ما تعود عندهم ديفينيسيون واضحه will only make things harder. دونك عندنا لي بسيكوتروب اللي هما اي ماده كلكو سوا طبيعيه ولا مش طبيعيه طبيه ولا غير طبيه اللي تاثر على الوظائف العقليه للانسان. من أمثلة ذلك المورفين، هيروين، كانابيس اللي هي الزطلة، مام القهوة والتاي، الزنفيتامين إلى آخره إلى آخره. أي واحد يستخدم البسيكوتروب لما يكونوا كاين دي كومبليكاسيون كلكو سوا عليه ولا على المجتمع نقولوا عليه أي يوزر، أي سيمبل يوزر. بيوزيف يوزر however هو اللي يبقى يستعمل في المواد هذه مالجري راهم يضروا فيه ولا يضروا في المجتمع and he is conscious باللي راهم يضروا فيه ولا في المجتمع. next عندنا لا ديبوندونس فيها two types بسيشيك وفيزيك. البسيشيك هي واحد لونفي واحد الديزير لا يقاوم رغبة كبيرة في انه يكونسومي هذيك المادة. الفيزيك هو تلمو الكور نتاعو والف الانترودكسيون تاع هذه الماده ما عادت تبان له ناتشورال كومبوننت اوف ذا بودي سو كي ديبريفيه نتاع الماده هذيك يمد لك ما يعرف به الويثدراول سيندروم اللي هو القلقه وكذا والامورات هذوك. نسميه واحد مدمن ولا ادكتد كي يكون يدير في تصرفات الهدف الاول والاخير منها انه يحس بالسعاده ويسولاجي اون دولور مي هاد التصرفات ار كومبليتلي اوت اوف هيز هاند ما يقدرش يكونتروليها ميم سي يسي يحبسها يحاول ما يفشل مي ديما يبقى يفشل. لاست تيرم هو لا توليرونس. توليرونس هو اي بروسيس ثرو تايم ان ويتش ان كونتيتي اكس تاع ان سبستانس ما تعودش تمد نفس لي زيفي اللي كانت تمدهم في البدايه. دونك واحد هو از اكسبيرينسين توليرانس راح ديما يتحتم انه يزيد في لي دوز تاع لا سبستانس هذيك باش يمينتيني ذا سيم افكتس. دونك كان رانا كامل في نفس الصفحه سو موفين اون تو ذا نيكست بوينت نحكيو شويه على ذا برينز ريورد سيستم. And ما تخافوش مانيش راح نطيح لكم etudiants en medicine اما keep it simple. Basically the reward system ولا the mesolimbic dopamine pathway if you wanna be fancy هو pathway in your brain اللي يتاكتيفا كل ما تدير عفسة اللي انت تعتبرها كإنجاز achievement. Let's say you killed a workout session ولا you passed an exam or even conquered a competition وش راه صار في دماغك لي نورون تاع الباثواي هذا are firing up
الشيء اللي ينتج عليه إفراز لهرمون الدوبامين اللي هو الهرمون المسؤول على our pleasure. عن هذا راني نحكي في الحالة الطبيعية تاع أنك you work, you get the results and you feel satisfied about the results. بصح في حالة drug taken وش يصرى؟ short circuit literally طريق مختصرة. في عوض ما أنك تخدم وتعيا ومن بعد تسنى the results for I don't know how long, من بعد باش تحس ب the achievements, you just take on some drug اللي عندها بلاصة مخصصة ليها تلصق فيها في لنوغون تاع this pathway which will lead to its activation and the release of dopamine, and you just kind of feel happy without doing anything. Of course, chaque substance عندها its own mechanism, بصح this en grosso modo is what happens. But you see, the thing is, l'activation تاع لي نورون هادو by these substances is like way, way, way bigger than the usual response to an achievement. والشي اللي راح ينتج عليه إفراز كبير بزاف للدوبامين, which is quite dangerous because our body يحب بيكون في حالة توازن, homeostasis. Too much or too little hormones are always troublesome. مانيش من بان نحكي على أمراض عضوية, I'm talking mental diseases. Too much dopamine equals psychosis اللي هو واحد يهبل, ولا سكيزوفرينيا انفصام شخصية. And it's not even that rare, like كاين صرات بزاف ديكا وين امالاد يشرب ميديكامون مش حتى قال دروغ ولا اللي عندها some side effects in the brain and he ended up losing his mind. Sorry. But no worries, مش اي انسان يشرب drugs for pleasure ولا pour un traitement راح يديفلوبي an addiction ولا ان مرضي كالكسوة سوماتيك ولا مونتال. كاين ناس who use on regular basis ويفوتوا حياتهم like normal people, like عادي بلا aucune complication. En fin de compte, لازم يتلموا بزاف عوامل في اون بيرسون باش تعود سوسيبتيبل انها ديفلوبي ان اديكشن. نقدروا نصنفوهم ثلاثه 3 تايبس اوف فاكتورز. عندنا جينيتيكال فاكتورز, بيرسونال فاكتورز, و لي فاكتور تاع المحيط اللي داير بهذيك لا بيرسون. جينيتيكال فاكتورز العوامل الجينيه اي كي اي لا بريديسبوزيسيون جينيتيك, هو اي موديل يحاول يشرح كيفاه الادمان قادر يكون عنده مورثات خاصه به في الدي ان اي تاعنا. مازال قيد البحث وقيد الانجاز, but researcher managed to find some genes اللي كاين كيفاش يقولوا احتمال كبير كبير بزاف انهم هما المسؤولين على كون بعض الاشخاص قادرين يطيحوا في الادمان بسهوله, الوغ كو الناس اللي ما فيهمش هاد لي جان قادرين يستعملوا دروغز اند ما يعودوش ادكتد تو ذم. هاويفر مام العباد اللي لقاو فيهم هاد لي جان اختلفت الاكسبريسيون تاعهم من واحد لاخر حسب الظروف اللي كبروا فيها. باغ اكزومبل الناس اللي كبروا في محيط وين عندهم دعم عائلي ما عندهمش toxic relationships, their parents are كيفاش يقولوا ما همش themselves alcoholic ولا users, يعني كبروا في وسط صحي مام عندهم الجان هذا ما it was not expressed, alors que العباد اللي كبروا في وسط وين drug use is كيفاش يقولوا حاجة عادية ولا كانت عندهم trauma in their childhood, rape ولا abusive parents, grow up with more expression of these genes. النوع الثاني من العوامل هو العوامل الشخصية personal factors. يدخلوا فيها بزاف فيس because the humans are complex. For example, العمر اللي جرب فيه الإنسان هذا المخدرات لأول مرة كل ما يكون صغير
كل ما تزيد احتمالية انه يعود مدمن عليه، بوسك الانسان كي يكون صغير يكون مازال في مرحلة النمو، مازال يديفلوبي هيز بوديز باترنز، مازال ما كونش ديناميكية معينة يمشي عليها. دونك كي when he introduces a drug to his system كشغل it interrupts his development. ثاني حاجة، نوع شخصية الإنسان هذا، هل هذا الإنسان ضعيف الشخصية لدرجة أنه يجي أي واحد بزوز كلمات يقنعه أنه يبدأ يسيء؟ أسكو هذا الإنسان داير أي role model اللي هو user، أور أسكو هذا الإنسان عنده ما يعرف ب شخصيات ما قبل مرضية اللي personality pre-morbid؟ مثلا someone who has a borderline personality، هذو الناس who are really explosive اللي ما يهتموش للريسكس تاع الافعال اللي يديروهم، اللي ما يحوسوا يسيو حوايج جدد. كاين ثاني انتي سوشيال بيرسوناليتيز commonly known as psychopaths or sociopaths، هذو ناس ما عندهم حتى moral code، like جه عادي جدا انه he takes a drug يروح يقتل كاش واحد and he has no regret. كاين ثاني لا بيرسوناليتي استريونيك استعراضية، who likes to be under the spotlight كما نقولو، and it scares me that I might have some traits of this character. I die without attention, I'd literally die. المهم هذا الشخصية جونغ عندها a big chance of turning to drugs because they literally can't handle not being under the spotlight. So يلجؤوا للمخدرات كوسيلة باش يكاموفليو على النقص اللي حسوه إذا واحد ما طلهمش some attention. من غير الشخصيات المرضية عندنا ثانية bipolarity issues. اسكو يدير دي زيبيزود ديبريسيف؟ اسكو عنده انزايتي، مشاكل يحوس ينساها؟ كاش مرض راهو يداوي عليه، وصيرتو اذا كان مرض صعيب باش يتعالج. اسكو عنده مشاكل يحوس ينساها؟ كاش مرض راهي يداوي فيه، خاصة اذا كان صعيب باش يداوى. اسكو راه يحس روحو فرد نافع في المجتمع، عنده purpose، عنده هدف؟ because sometimes drugs يلعبوا الدور عنهم يعمروا الفراغ تما عندكش a purpose in your life because يعودوا هما your purpose، تعود تحوس على اي طريقة باش تلحق لهم، وهذا نوعا ما يعمر الفراغ اللي كاين في حياة الانسان. النوع الثالث من العوامل هو عوامل المحيط environmental factors، and this includes a lot of subcategories كما سبقت على فمين تاعك. يكون واحد من your parents or your sibling، خالك عمك who is a user وكون ديما كما نقوله closely قريب منك، high chances راح ينفلونسيك ويخليك بما انت تسيي and maybe even get addicted. next كان ما يعرف ب peer pressure، and this is important خاصة في وقت المراهقة. كاسكي تكون مراهق all you wanna do is انك تكون a part of some gang or something، تحب يكون عندك جماعة where you feel accepted. actually ما كانش a way around this، every single one of us had a gang. المشكل is what sort of a gang راح تعود فيها. personally انا مثلا كنت في جماعة العطاكو and that kind of saved my ass، بصح كان some other friends of mine who were in gangs of drugs, gangs of I don't know. كل واحد دا وش experience في مرحلة المراهقة نتاعو. وش كنت نقول كي تعود كي تخير الجانج تاعك تعود تحبهم يكسبتيوك. So باش تعود cool and loved بيناتهم you just do what they do. خاصة إذا كان an alpha male في هذه الجماعة. He just kind of forces everyone to follow his lead. إذا كان user everyone من اللي تبعوه will be users too. That is also the role of the media. وكيف the use of drug is so normalized في الغناء
movies, video games, كلش. It became so normalized that أنا كي كبرت listening to Rai songs كي يحكوا على السمرة والبيضة كنت ديما نحسبهم يحكوا على النساء ديما. And then when I became like 20 years old فهمت بلي راهم يحكوا على cocaine and heroin and I was like what the fuck, my childhood was a fucking lie. You know, at first كنت حابة ندير هاد الابيزود على some common drugs and كيفاه يخدموا ويأثروا على الكورنتانا and how dangerous they might be, but then I realized that everyone is doing that. Doctors يحكيوا على مخاطر المخدرات, رجال الدين يحكيوا على how evil drug use is وكيف حرام and shit. Society is stigmatizing people who use and making them feel and look like monstrous creatures, and I was like fuck this shit, I'm not doing this. I just think that the attribute of morality to drug use is just completely stupid. الكود الأخلاقي لا ينطبق إلا على الكائنات, الكائنات الواعية وسرتو ألف سطر تحت الواعية. So a drug substance, it's not even alive to be good or bad. And seeking pleasure or easing pain as goals themselves is not unethical too. I just think that le fait que البعض منا had no other way to achieve that other than drugs is an indicator كيفاحنا as a species فشلنا أن نحتويو الناس who are close to us. People we work with, حنا as health professionals also failed أن نمدو ولا نقدمو للناس other ways to ease their pain بلا ما يكونوا كاين دي كومبليكاسيون على المجتمع. This is why I think it's crucial كي نعودو نتعاملو مع واحد who is a user or even an addict ان ما خلوهش يحس انه a monster ونزغليوه علينا. Like صح, you are using drugs and I'm not judging you for that, but why? What is the background for this? وش هي المشاكل اللي خلاتك تدي this path? What's so wrong about your life that you couldn't fix بطريقة من غير انك تنساه مؤقتا برك ثاني. Anyways, I think I've covered everything I wanted to talk about. And إذا عجبتكم الابيزود, share it with your friends. Don't forget to follow the podcast on your favorite platform and on every other platform because I'm worthy. And see you next time. Love you, bye.